بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد أبو سعود من بورسعيد، بأيد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات القادمة. الرئيس عمل كتير للشعب وعمل كتير إنجازات، ولازم يكمل المسيرة. كلنا وكل الشرفاء، كل الشرفاء اللي بتحب مصر بما يرضي الله مع سيادة الرئيس. وبعدين خد قرارات جريئة جدا، القرارات الأخيرة لزيادة المعاش من 300 ل 600 جنيه، وغلاء المعيشة، والموظفين عدد كبير جدا جدا استفاد من القرارات دي والضرائب. فده إنجاز جديد لسيادة الرئيس، وده دليل إن هو حاسس بالناس وحاسس بالشعب. صحيح إن عندنا غلاء وعندنا، بس ده على مستوى العالم، اقتصاد العالم كله متأثر وإحنا من ضمن العالم. بس إن شاء الله الفترة الجاية تكون أحسن بإذن الله. كل الشرفاء، وتحيا مصر، تحيا مصر لسيادة الرئيس، تحيا مصر لكل الشرفاء، وإن شاء الله اللي قادم أفضل بإذن الله مع سيادة الرئيس.